اوكي، المحاضرة اللي فاتت بدينا نشتغل في الكود، نروح سي دي على الكود، حطيناه في الكود احنا. لاب كود، تمام. وكان في عندي برنامج البروك1.سي. نانو بروك1.سي، واستدعينا السيستم كول فورك، تمام. راح هنا عمل لي دوبليكيت للبروسيس، ولما جربنا شغلناه طلع لي على الشاشة انه طلع ورجع على البرومبت قبل ما البروسيس الثانية تخلص. هو فعليا صار في عندي دوبليكيت لتو بروسيس، وفيش ولا واحدة بتستنى الثانية، ففعليا خلصت واحدة قبل ما ترجع الثانية. يعني لما نفذناه زي هيك proc1.out، زي ما انت شايف عندك طلعت هنا البرومبت، رجعت هاي خلصت البيرنت 07، تمام، والتشايلد لسه مش مخلصه. احنا اتفقنا انه بيطلع لي اوتبوت مرتين، وليش طلع على البرومبت قبل ما تطلع الاوتبوت تبعت البروسيس الثانيه؟ لانه ما بيستنوا بعض، ما بيستنوا بعض. طيب الان الكود موجود هنا، الموجود على المودل هنا في اللاب. طيب الان بدي اعدل الكود انا عندي بكيفيه، انه بدي احط انا عندي بريفرنسز، انه هذه البي اي دي بدي احدد انه هي بدها تتنفذ في البيرنت او في التشايلد. فبدي اجي هنا بعد الفورك وبدي اقول اذا البي اي دي، وين البي اي دي؟ هذا كان بتساوي 0، معنى ذلك انه انا وين موجود؟ في التشايلد. تابع معي، اكتب، برمج، طبق، تمام. ساعتها ايش بدي اسوي؟ بدي اقول له print f انه percentage s slash n. ايش بدي احكي له هنا؟ انا صرت متاكد ان انا السكشن هذا موجود في التشايلد بروسيس، بقول له I am child the child process، تمام. وهنا بدي اطبع جملة ثانية، عشان زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت انه الفاليو تبعت البي اي دي هذه بتساوي بزيرو، بقول له print f get بي اي دي the value of بي اي دي variable percentage d، وانه بي اي دي، البي اي دي هاي اللي هي هاي، صح، تمام. وايش كمان بدي اطبع؟ بدي اقول له كيف بدنا نجيب البروسيس اي دي؟ برنت اف بروسيس اي دي لو
بالضبط. My process ID percentage D slash N. هنا نسينا slash N. ونقول له هنا get PID system call. بدنا نجيب البيرنت. في عندي سيستم كول تاني نفس الفكرة انه خلصت الاف الحين لسه اسمه سيستم كول هذا get bbid وهنا بدي اقول له بيرنت process id. تعود تكتب الكود بالانتنديشن بالشكل هذا هيك بيكون ريدابل اكتر. يبقى اول حاجة طبعت انه انا تشايلد بروسيس جبنا الفاليو تبعت البي اي دي اللي احنا جبناها من الفورك كفاليو تمام. جبنا البروسيس اي دي بسيستم كول اسمه جيت بي اي دي وبدنا نجيب البيرنت اي دي باستخدام جيت بي بي اي دي تمام. هل جيت هنا بنقول له else else هنا في البداية يفترض انه نقول له اذا كانت البي اي دي اقل من الزيرو معنى ذلك انه قيمتها سالبة معنى ذلك انه الفورك فيلد. برنت اف فورك فيلد هنا اقول له انه انا بدي اطبع string slash n واقول له هنا نخلص system واقول له exit minus 1 ايش بيطلع بايرور كود لنظام التشغيل معنى ذلك انه حيطلع من المين خلاص مش حيكمل الباقي. لقيت هاي الجملة في تحت كيف؟ هنا else الباقية انه زي هيك بس هاي الجملة بدي احطها هنا فوق في قوس زيادة لسه ما خلصتش انا اقول له هنا قبل ال BID نقول له اوكي مش هذه بدي اياها تنطبع مرتين وهنا بقدر الغيها هيك في البيرنت في شو اسمه بالضبط. هنا بدي اشيل الوايت سبيس عشان تظهر عندك مش هتطبع في البيرنت الا اذا حطيتها كيف؟ انك هتطبع مره واحده لانه هينفذ يا بيرنت تشايلد. شو هي اللي مش حتطبع؟ هلو ايام بروجرام ايام سي بروجرام حتطبع مرتين ايه يعني انا مش حاططها تحت كونديشن انه اذا كانت في البيرنت او اذا كانت في تشايلد حتطبع في التنتين خلاص. كيف؟ هذا سيستم كول اسمه get parent bid بيطلع لي بيطلع من البرنامج كله ايرور كود لنظام التشغيل بالماينس. احنا حكينا انه زيرو نو ايرورز ماينس واحد انه في ايرور معين في الالس. طيب لسه ما كملناش احنا هاي نيجي الان في الالس
يفترض انه هاي تذكرة الالس، واجي اقول هنا له print print up تمام. ونقول له هنا نفس الجملة انه الفاليو تبعت ال هتطلع نفس البي اي دي تبعت التشايلد هاي. تمام. وحنجيب البروسيس اي دي. بهذا الشكل. تمام. وعشان يكون الموضوع مرتب فبدنا نستدعي سيستم كول ويت واحكي له هنا نال. ليش تدعى عشان يستنى ال بالضبط عشان يضبط. انا عندي ال البرومت ما يرجع لي شيء اياه ولسه البروسيس هاي مش مخلصة. يبقى انا في البيرنت حعمل ويت للتشايلد. خليني اتأكد. هيك خلصتوا يا شباب؟ وين المبرمجين؟ وين المبرمجين؟ خلصتم؟ ايش اللي لا شوي؟
هذا بروجرام ليش يا باشمهندس بدك تطبع بس في البيرن رقم عملية البروسيس تبعت التشايلد وتطبعت انت؟ طب ما هو هذه بتجيب لي البروسيس اي دي تبع البيرن وهذه تبع التشايلد بتحكي. لا هذه تبعت البيرن بي بي اي دي تبعت البيرن صح؟ لا كل بروسيس بتجيب للبي اي دي لإلها، يبقى هذه بتجيب البي اي دي للتشايلد بدك تجيب للبيرن هذه البيرن تبع التشايلد، اما البيرن في حد ذاتها بدك تجيب الاي دي تبعها جيت بي اي دي لحال. اوكي هاي اكزيت نعمل كومبايل GCC prog 1 okay. Minus O prog 1 dot out في عندي errors في الاكزت. نعم هذا warning مش مشكلة، هذا warning ايش يعني الwarning مش مشكلة ليش؟ في الاكزت. طب ليش طيب. مش نانو اس تي دي لب يعمل انكلود ل اللي هي المكتب اللي فيها الويت شكلها. لا الاكزت فبحكي لي انه في عندي هيدر فايل ناقص اللي هو std.lib تمام std libraries اللي منها بستدعي الاكزت تمام شو هذه uni std هذه للسيستم كولز تبعت الفورك والويت تمام ايش هذا التحديد implicit declaration wait ها the warning والله تشوف الخطا في الصوت تبعهم بدك تحط في كل واحدة ريتيرن او تشيل الويت Thank you.
اوكي مش خلاف، هي عبارة عن warning. هنا نقول له proc1.out. طيب طلع معايا على الاوتبوت هنا، حلل معايا طبعت مرة واحدة لانه قبل الفورك، بعد الفورك تنطبع مرتين. نعم الوقت يعني ما فتش قصدك زي هيك. هلقيت الهلو طلع معايا على الكود هنا، اللاب مش هذا، تعال اطلع معايا هنا، انا عندي البرنت اف قبل السيستم كول فورك، تمام؟ فبالتالي هنا تنطبع معاك مرة واحدة، تمام؟ بعديها مين اتنفذ؟ انا عندي في الاول انه I am parent process. الفاليو تبعت الفار هاي اللي هو البي اي دي، البي اي دي فاريبل قديش؟ 1852 هاي الفاليو تبعت الفاريبل هذا. الفاليو هذه الفاليو تبعت الفاريبل هذا جوات البيرنت قديش؟ 1852 اللي اكبر من 1 بتكون البروسيس اي دي تبعت البيرنت قديش؟ 1851 قبل. نعم طب كيف ليش البيرنت له بيرنت البيرنت ايش له بيرنت؟ لا ملوش بيرنت. طب كيف مش نفس الاي دي؟ احنا مش اتفقنا انه البي اي دي هاي انه في التشايلد بتكون قيمتها زيرو وفي البيرنت بتكون قيمتها اكبر من زيرو؟ قديش بتكون قيمتها البي اي دي تبع التشايلد؟ بالضبط. حكيت انت مش طلبت مني سيستم كول انه لو سمحت اعمل لي فورك دوبليكيت للبروسيس، بقول لك خد هاي الاي دي تبعها برجع لك اياها هنا، بس هذا الكلام وين؟ في البيرنت. اما في التشايلد بتكون عديمة الفائدة انه انا ارجع له البي اي دي تبعت البروسيس نفسها. ليش؟ لانه ممكن يجيبه من خلال سيستم كول اسمه get بي اي دي، لكن البيرنت بده يعرف البروسيس اي دي تبعت التشايلد، فبتتخزن القيمة هنا قديش اللي هي القيمة تبعت التشايلد. تمام وضحت؟ واضحة ولا لا؟ انا نفس الطريقة. نعم شبيه فيه، تمام. اما بالنسبه ل I am a child process، لاحظ انا عندي الفاليو هذا الفاريبل البي اي دي تمام قيمته زيرو، والبيرنت قديش جبنا البروسيس اي دي تبعها قديش؟ 1852. بتلاحظ انه هو نفس الفاليو تبعت الفار بي اي دي تبعت البيرنت، تمام. اما البيرنت بي اي دي 1580 1851 نفس طالب. انا عندي طلب دوبليكيت، انا عملت فورك صار في عندي تو بروسيسز، بس في جزئيه من الكود تنفذت في البيرنت وجزئيه تنفذت في التشايلد حسب الاف ستيتمنت، تمام. الجزئيه تبعت البيرنت هي الكود تبعها، اوضح لك اياها اكثر. هاي هنا child وهنا child وهذه child. child اللي بقول child اللي بطبع، تمام. وهنا عشان تميزها أكثر إنه البيرنت بيقول، وهنا لقيت الاي دي تبع البيرنت. ماله هذا بديش اسميه بي اي دي، بدي اسميه بي.
تمام، وهنا بقول بي وهنا بي. شو معها جيت بي اي دي؟ هذا سيستم كول، هو تبع الفورك البي هذا. كيف البي هذا هو رقم عمليه الفورك؟ نعم خلاص مين. اوكي واضح يا شباب؟ هجيت نشغل مرة ثانية، نعمل كومبايل هنا، اشغل مرة ثانية. هذه انطبعت مرة واحدة، I am C programmer لأنه قبل الفورك، حلقيت حنحطها بعد الفورك وحنشوف ايش راح يصير. عشان تفهم السيستم كول بشكل أفضل. تمام؟ I am parent process. البيرنت هنا ايش بقول؟ إنه خلينا أعدل لك إياها هنا. هذه البي فاريبل وهذه بي فاريبل. نفذ الاثنين. نفذ التنتين. انا عندي هنا تو بروسيسز وبعملوا اوتبوت على نفس الشاشه دوبليكيت، بس جزئيه من الكود نفذت في البيرنت والجزئيه الثانيه نفذت في التشايلد. الناتج العمليتين، ناتج العمليتين انا عندي في الستاندرد اوتبوت على الشاشه. كيف مقسمها؟ وين كيف مقسمها؟ بدي جزئيه من الكود يتنفذ من عند البيرنت وجزئيه من الكود يتنفذ عند التشايلد. شباب التشويش هذا أنا مش قادر، رجاء صمت يعني هدوء. جزئية من الكود بتنفذ عند البيرنت وجزئية من الكود بتنفذ عند التشايلد. تمام؟ بدي أرجع لك أنا على النسخة الأولى من البرنامج، هاي النسخة الأولى، هذا بدي أسميه، هذا بدي أسكره. تمام؟ وأقول هذا موف بروج 1.c لبروج 2.c. وبدي ارجع بروك واحد اعمل له تحرير هنا، برجع لك النسخة الأولية اللي في البرنامج. النسخة الأولية إيش عملت؟ عملت هاي الجملة I am C programmer بعد الفورك. تمام؟ وهذا الكونديشن أنا ما عملته، عملت return 0. واضح الكود؟ تمام؟ هاي أعرض لك إياها هنا. نانو بروك 1. إيش في عندي؟ في عندي إنكلود، عندي المين، عندي البي، وعندي الفورك، وعندي الجملة هذه. لقيت الجملة هذه الفورك إيش راح تعمل؟ دوبليكيت للبروسيس. تمام؟ وحتخلي المؤشر تبعت الـ instruction وين مؤشر؟ بعد الفورك بالضبط. فالاثنين بيأشروا على جملة البرنت هالجيت وبيكملوا تنفيذ. عشان هيك جملة البرنت هذه حتتنفذ مرتين. تمام؟ الفورك دوبليكيت دائما. هيا نفذ لك اياها. gcc prog1.c minus o prog1 دوت. نعم تو بروسيس، انا عندي البيرنت والتشايلد. هاي نفذ لك دوبليكيت اوف ايتش اذرز. هاي بروج 1
ايش طلع؟ هلو اي ام سي بروجرامر، هلو اي ام سي بروجرامر، نفذت مرتين تمام. ولاحظ زي ما ذكرنا انه البرومبت رجع قبل ما البروسيس الثانيه تخلص تنفيذها. ليش؟ لانه احنا بنعمل شويت. هذه المرحله الاولى من الكود. المرحله الثانيه ايش بدنا نعمل؟ بدي اجذب، اقول بدي هذه الجزئيه تتنفذ في البيرنت وهذه الجزئيه تتنفذ في التشايلد تمام. الجزئيه اللي بدها تتنفذ في البيرنت هاي اول شغله، اذا البي قيمه البي هذه اقل من زيرو معنى ذلك انه الفورك فشلت. الفورك بترجع يا اما قيمه اكبر من الصفر يا اما اقل من الصفر، اقل من الصفر فشلت يا اما صفر. الفاريبل هذا البي بتكون الفاليو تبعته اكبر من الصفر في البيرنت وبتساوي صفر في التشايلد. ليش في البيرنت اكبر من الصفر؟ لانه هي عباره عن البي اي دي تبع التشايلد. مش انت طلبت مني في البيرنت انه انا اعمل لك دوبليكيت للبروسيس بالسيستم كول فورك، خذ هاي البي اي دي تبعها بخزن لك اياها في البي هنا. لكن في التشايلد القيمه هذه ما بتكونش في لها معنى، فعشان هيك بتكون القيمه تبعتها زيرو تمام. هل جيت هذا الكلام، هذا الكونديشن بيكون ترو في التشايلد وفولس في البيرنت، والعكس صحيح. هذه الالس الثانيه معنى ذلك انه الالس هنا بدي اكتب لك عليها اكبر من صفر، الحاله اكبر من صفر، بتكون ترو في البيرنت وفولس في التشايلد وبيساوي البي وبيساوي البي اي دي تبعت التشايلد. الان هذه خلصنا منه، فهمنا؟ هاني بدي ارجع اشرحها ثاني، هاني بدي ارجع اشرحها احكيها تمام. يبقى هنا اتفقنا انه البي اكبر من الزيرو في البيرنت وبتساوي زيرو في التشايلد. يبقى هذا الكونديشن ترو في التشايلد وفولس في البيرنت، والعكس صحيح، هذا ترو في البيرنت وفولس في التشايلد. طيب لاحظ جوا هنا ايش بدي اطبع في البيرنت. لاحظ انه هدول التو بروسيسز شغالين ان باراليل وبطبعوا على نفس الاوتبوت، على نفس الستاندرد اوتبوت. ايش بده يطبع لي؟ بده يطبع لي رساله ترحيبيه اي ام تشايلد بروسيس. بعديها هنا حطيت البريفكس هذا انا عندي في جمله البرنت عشان تعرف انه جمله البرنت هذه تبعت مين؟ تبعت التشايلد. التشايلد ايش بقول؟ انه الفاليو تبعت البي هاي مطبعها على الشاشه. وايش بدي اجيب كمان؟ بدي اجيب البروسيس اي دي تبعتي وبدي اجيب البيرنت بي اي دي. لا هذه مش صفر، هذه صفر. هذيك يا باشمهندس كيف؟ ليش جبنا ايش؟ هذه بسطر 15 بدي اشوف البروسيس اي دي تبعتها قديش، وعشان اثبت لك انه هي بتساوي نفس البروسيس اي دي، انه الفاليو تبعت البي فاريبل في البيرنت. بس مهندس البي هتطلع البي تاعت الفورك مش صفر. حاجات الفورك هاي مش هذي دالة بترجع قيمة، وين خزرناها؟ في البي صح؟ البي اتفقنا انه بتساوي زيرو في التشايلد وبتساوي اكبر من زيرو في البيرنت. طب قديش اكبر من زيرو؟ لا بنكون عارفين، بتكون عبارة عن
البروسيس اي دي تبعت للتشايلد. نعم بالضبط. في البيرنت اكبر من زيرو بس قديش بتكون البروسيس اي دي تبعت للتشايلد. اما في التشايلد القيمه تبعتها زيرو. تمام. طيب هجيت انا اعمل لك كومنت لهذا اللاين ولهذا اللاين. ولهذا اللاين. سيبك من الجيت بي اي دي هذه اللي عامله لك دوشه. لاحظ معايا الاوتبوت ايش راح يكون. لاحظ ايش معي ايش طبع. I am C programmer. I am the parent. البيرنت بيقول انه الفاليو تبعت البي بتساوي 1926. وهنا I am the child والفاليو تبعت البي بتساوي 0. تمام. طيب هلقيت في عندي سيستم كول اسمه get b id. ايش بجيب الاي دي تبعت البروسيس الحاليه. وعندي سيستم كول ثاني اسمه get bbid بجيب البروسيس اي دي تبعت البيرنت. طبعا من المنطق انه احنا في التشايلد نستدعي اثنين البي اي دي والبي بي اي دي. في البيرنت ممكن ان احنا نستدعي البي بي اي دي بس ما بفيدنيش كثير لانه البيرنت تبعت البروسيس هاي هو الثاني. تمام. بهمنيش ان انا اعرفه بس بيهمني انه انا ما دام عملت فور بيهمني البيرنت والتشايلد. فعشان هيك انت لاحظ معايا في الكود لاحظ معايا انه انا عندي في التشايلد ايش استدعيت. استدعيت السيستم كول جيت بي اي دي. ايش راح ترجع البروسيس اي دي تبعت مين؟ للتشايلد. لانه هي بتم تنفيذها في التشايلد. وهنا هذه راح ترجع البروسيس اي دي تبعت مين؟ البيرنت. تبعت البيرنت لانه تم استدعائها في البيرنت. وهذه ضفناها اضافيه في التشايلد بي اي دي تبعت البيرنت. بدنا نشوف البي اي دي تبعت البيرنت. ممكن نضيفها في البيرنت برضه هذه الجمله بس ما بتهمنيش كثير. حقيقة نعمل كومبايل وننفذ. هذا الكلام مش جديد. أنا عندي الفاليو تبعت البي هيو 1928. أما في التشايلد قديش قيمتها؟ زيرو. تمام. هلقيت انا في البيرنت البروسيس اي دي قديش تبعتها كانت 1981. بتلاحظ انه البروسيس اي دي تبعها بيكون قبل التشايلد. هلقيت هنا عند التشايلد بيقول لي اي ام تشايلد انه الفاليو تبعت البي زيرو. البروسيس اي دي تبعتها قديش؟ 1982. هو نفس قيمه البي في البيرنت. طب البيرنت بي اي دي قديش؟ 1982 اللي هو نفس قيمة هاي. نعم. البي اي دي يونيك في نظام التشغيل. تمام. وضحت الصوره.
بدي ارجع للكود. هذا الكود عشان احنا شرحنا فيه مرحله بدي احفظه باسم ثاني، تمام؟ بدي اعرف هنا متغير اسمه انتجر اكس بتساوي 10. حطيناها قبل الفورك، فممكن انه هاي الجمله احط لك اياها بعد الفورك. تمام. واقول لك هنا after fork. هاي after fork. after fork. قبل الفورك مرة واحدة. هيك انت فعلا تستشعر انه بعد الفورك في عندي دوبليكيت، والانستركشن بوينتر اللي هو البي سي البروجرام كاونتر بيأشر على الجمله اللي بعد الفورك تماما. طيب هنا طلع لي 2004 و2003 شو؟ لا لا لا، انت عندك البروسيس اي دي، كل ما تنشئ البروسيس بروح بعطيها اي دي مختلف، نظام التشغيل عشوائي مش عشوائي حسب العمليات الشغاله، بكل شيء متكرر. يعني انه انت يعني بروسيس اي دي من رن سابقه برجعش يعملها اساين، لانه خلص تسلسل معين بالضبط. تسلسل طيب هجيت بدنا نرجع للكود مرة ثانية. كنا بنعرف فاليو قاعدين نكتبه. وبدي أعرف هنا int x بتساوي 10. السلام عليكم. انتجر فاليو اكس جلوبال فاليو، تمام؟ لاحظ انه انا عندي هنا في السيف بدي اعمله كنترول اكس واقول له يس، بس هنا بدي احط بروجرام 3. خلاص بدي اخلي الكود هذا شرحنا فيه جزئيه البيرنت والتشايلد، هذا انا عندي كود جديد بدنا ندخل في منطقه جديده في المفاهيم عشان ما اضطرش انه اذا في نقطه مش فاهمه برجع لك للكود هذاك. هيك محفظ الكود، بيسالني تاكيد سيف ديفرنت نيم، بقول له يس، برجع بحرر الملف نانو بروجرام 3 دوت سي ماينس ال عشان يطبع لي عدد الاسطر. تقدر تشرح ايش جديد فيها؟ نعم. هجيت يا سيدي العزيز، هذه الجزئيه انا ما بديش اياها خلص، بس بدي اطبع انه انا في التشايلد خلص موجوده في البرنامج السابق. بقول له هنا x ماينس ماينس صفر 9 برنت عشان يوريني من قبل اخ ايش بسموها السينكرونايزيشن هذا؟ هاجيت انا حسألك وخليك انت تستنتج بنفسك، تمام؟ وبدنا نقول انه التشايلد هو اللي بيعمل برنت، وبقول انه الفاليو تبعت الاكس بتساوي برسنتج دي، طبعا مع سلاش ان، وبدنا نطبع الاكس. وهنا خلص بدناش هذا الكلام،
وهذا كمان بدنا شيء اياه، خلينا نخفف كود اكثر. خلص فهمنا. انا والله مرتاح على الايديتور هذا، بدك تشتغل على الايديتور العادي انت حر، بس خليك شويه لو لازم تعال. بدك ترجع لا لا كنترول زد بحط لك اياها في الباك جراوند. لا هو كنترول زد اخذناها المحاضرة اللي فاتت وحط لك اياها في الباك جراوند. راح الملف كله، رجعه للفور جراوند. اعمل اف جي، اعمل جوبز بوري لك البروسيس في الباك اللي موجوده انت عندك. تعمل اف جي فور جراوند للرقم تبعها، عادة بتكون واحد برسنتج واحد. تعمل جوب بالشكل تمام. احنا دائما متعودين على الكنترول سي والكنترول في والكنترول زد. تمام، هذا قلنا بدناش اياه. وهنا هذا قلنا بدناش اياه، بس هل قلت الويت هتعمل لنا قص؟ لا ما نخليها الويت، بس بدك تعمل قص الريتيرن لانه هيك كيف اصلا مش هين البرنامج اللي انا اخلص كل الشغل. انت حاط الريتيرن برا الاف، ما هو التنتين لازم تعمل ريتيرن، بدك اريحك منها بالمره هاي void. void بترجعش ولا اشي، وهنا انا عندي في شيء ريتيرن. تمام، هنا عند البيرنت شو بدنا نحكي له؟ x بلس بلس، وبدنا نقول له ايش رايك نعملها في سطر واحد زي هيك عشان السبيس. وهنا بدنا نقول له print كرر هذا الكلام. انه مين اللي بيحكي؟ البيرنت، وانه الفاليو تبعت الاكس بتساوي اكس. ايش الاوتبوت المفروض يطلع؟ 10. اول شيء الجمله هذه حتنطبع مرتين، انه قيمه الاكس حتطلع 11. في البيرنت قديش حتطلع؟ وفي التشايلد قديش حتطلع؟ حتطلع 11 وبعديها 10. 11 وبعديها 10؟ اه في التشايلد 10 حتطلع. نعم. مش حيصير حاجة، متأكد؟ أنا بقول 11 وبعدين 10. خلينا نعمل كومبايل وشوف. كومبايل خلينا نشتغل. كيف بدك تفكر بالضبط؟ في كمان بس انا مش عارفه. عارفه فيكم في زر انه كنترول دي او حاجه زي هيك، انا مش فاكر ايش هو بالضبط. كنترول خلينا نعمل كومبايل. هو استنى، يبدو انه الويت انا عندي سلاش تايب مستدعي لو بدنا نستدعي. اوكي خلينا نحطها.
فايده مش مهندس اظن. هي هذه انه يبدو انه مش خلاف مش خلاف. خلينا نشوف انه هنا في الكود ركز معايا انه انا عندي انتجر اكس بتساوي 10 جلوبال، معنى ذلك انه فيزبل للكل تمام. في التشايلد عملت له ماينس ماينس وطبعته، وفي البيرنت عملت له بلس بلس وطبعته. انت بتقول انه زودت ونقصت حيطبع في المرتين 10، مين بيقول غير هيك؟ حيطبع مرة 11 مرة 9، حيطلع مرة 11 ومرة 9. وين 11؟ في البيرنت 9 في التشايلد. نعم، ليش؟ ايش السبب؟ ايش تفسيرك للموضوع؟ اخذ نسخة من صح صح، انا عرفت لا انه انا عندي هذا الفورك بتاع ادرس سبيس مختلف تماما، بروسيس مختلفة، يبقى هذا الاكس تاب على البيرنت وهذا الاكس تاب على التشايلد. هذا بزود هنا وهذا بنقص هنا، يعني مش حكاية بارلل بس، انه انت عندك الادرس سبيس تبعت البروسيس تبعت البيرنت والتشايلد مختلفين، كل واحدة لها بي اي دي مختلفة، والاكس هذا اكس تبع لها بالضبط. يبقى هنا لما نعمل كومبايل وننفذ انت عندك البيرنت بيقول انه هو 11 والتشايلد 9، حطه تحت فوق الامر بالضبط، حط الايام بيرنت فوق الامر. هو هاي الجمله خلينا نقول انه ما لهاش داعي، لانه احنا بنقول هنا انه البيرنت بيحكي، هذه ما فيش الا داعي نقول انه ايام بيرنت ايام تشايلد، لانه هنا في هذه الجمله احنا بنقول انه للتشايلد بعمل برنت، وهنا نفس الفكرة. تسعة وحداش طيب لو هذا الكلام عملناه للواي كمان عملنا واي فوق، لو عملنا بعد الفور واي بعد الفور تزعش انت واي يساوي 20، وهنا بنحكي انه نفس هذا الكلام y هنا y minus minus هنا نفس الاشي والله العظيم. هنا y هنا y
نفس الشيء 21 نعم. واحد وعشرين وتسعة عشر سواء كان لوكال أو جلوبال نفس الفكرة تمام؟ فما يخلعش الموضوع إنه إذا كانت جلوبال أو لوكال إنه كل واحدة إلها أدرس يعني سبيس عايز الواجب نعم هاي الكود لعندي الواي جوا المين هنا وبعد الفورك بناء على طلب عبد الرحمن وعملت لها هنا ماينس ماينس وطبعت ليش ما ضربتش ايش؟ ما ضربتش ايش؟ هنا في التشغيل حط نقطة سلاش بروك 33 هذا نفس الشيء برضو نفس الفكرة تطبع 5 وتحت 10 فوق 20 وتحت 5 نعم يمكن اجيب لك في الامتحان اسئله زي هيك تمام انه اجيب لك انا عندي انتجر فاليو 5 بالضبط قديش قيمه الفاليو تبع كيف ممكن بالضبط بس هذا شو الاوتبوت تبعه من يقول لي الاوتبوت هذا ايش هو؟ اكيد للتشايلد 20 للبيرنت لا حسب الكود تحديدا لاحظ معي يعني انا ايش عملت؟ عملت في التشايلد انه الفاليو زدت عليها 15 وريتيرن 0 وفي البيرنت تمام عملت ويت لغايه لما التشايلد تخلص تمام وبعديها رحت طبعت انه الفاليو بتساوي كذا بتساوي فاليو يا راجل اخذ نسخه هو اصلا اخذ نسخه من الخمسه قبل التعدد خمسه يبقى حسب الكود انت بتطلع بتستوعب ايش الفاليو المفروض تكون هنا بالضبط هنا زود عندي فقط في التشايلد وبطلب انه طباعه فقط في البيرنت اوعى تتلخبط هذا تريك فيها وقت تلخبط في الشغلات هذه بس الطباعة يبقى الاوتبوت انه في البيرنت الفاليو بتساوي 5 ما صارش عليها اي تعديل تمام هاي التمرين الاول ما في الشايلد 25 بالضبط بدك تتاكد ممكن هنا نفتح التيرمينال هنا اوبن تيرمينال هير واقول له هنا جي سي سي اسمه البرنامج فورك كويشن 1 دوت سي بيطلع لي اياه اي دوت اوت تمام بيهمنيش الاوتبوت هالجيت في التشغيل الفاليو 5 بتتاكد منه
هنا في تمرين ثاني question 2 لاحظ معايا مش طلع بس تاع البيرنت نطلع في الكود هنا don't edit طلع لي في البيرا في 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 الكود ايش انا عندي هنا الجلوبال فاليبل 5 فورك بعديها عند التشايلد عملت انكريمنت 15 ما طبعتش عند عند البيرنت عملت التشايلد عفوا عملت انكريمنت 15 والتشايلد لاحظ الترتيب عملت ويت بعديها نفذت هذول معنى ذلك انه هو بده يستنى جزئية الكود هذه تخلص عند التشايلد مش هيتغير في الديفولت تمام وبعديها يطبع جملة الفاليو تبعت البيرنت هذا برضه ممكن التوهك انه سواء بستنى او بستناش خلص الاكس هذه خاصة في البيرنت فبطلع لك بطلع لك الفاليو بالضبط يعني هنا ترتيب الويت برضه تريك ممكن تيجي تقول انه ما دام انه ويت حيستنى لما التشايلد يخلص فحتتغير الفاليو لا مش حتتغير ليش السبب ادرس سبيس مختلف حتى لو كان اسم نفس اسم الفاليبل اما في التمرين الثاني في انا ممكن اغير لك الفونت هنا كن هذه من السورس كود اللي موجود على الموديل تفتحهم بالتسجيل اول بي كيرفول وهنا من ضمن الاورج اعتقد جينوم في شيء اسمه جي اديت هنا بريفرنسز اديتور وهنا الفونت سايز اغير لك اياه كيف بتغير كاستم فاليو 16 وبالتالي لما نرجع نغير هنا ونرجع نفتح ما تغيرش اعتقد انه ايش اللي تغير معناته شكله اديتور ثاني لا هو مش في الهاي انه هنا كوم لا في الديفولت الديفولت تبع التليفون شو الديفولت؟ احنا غيرناه مش وين لازم نغير الديفولت تاع نفس ال برنت هذيك الطباعة طيب لا apps system local desktop genome crypto هلو شنو في السيتا هون جيت كي في ديسكتوب في الدفل لازم تغير الدفل وين فوق الكارنت كارنت فاليو لا الديفولت انه برجع هاي ولا ما عمل رجع على الديفولت برجع هاي بس حطيت لي اياها كقيمه يعني مش
طيب يعني ممكن لما عيد تشغيل يمكن لما عيد تشغيل مش فيه. طيب حكيت هذا السؤال طلعني عليه شو عملت print f get bid fork لا get bid fork get bid fork get bid return 0 للمين انت اول واحدة طيب حكيت انا عندي 3 fork كيف كم بروسس حتعمل لي 3 انا احكي باش مهندس طب ما الفورك حتفرخ حتعمل لك برضو دبليكيت بروسس وبرضو فيها فورك سبعه لقيت الفورك الاولى هتعمل نسخه من الفي اي دي البرنت اللي فوق الفورك الثاني هتعمل سيبك من البرنت اي دي عند الفورك اللي هنا تمام حيصير في عندي تو بروسيس والمؤشر هنا انزل تحت فبترسم شجره انا عندي 2 و2 وكل واحدة عندها فورك وفورك تبع الشجرة حتلاقي انت عندك في الاخير 8 لا لا ملهاش قانون ما تكتبش قانون بدك تتبع تتبع واضح كيف لا تخيل معايا انا فهمت انه انت عندك هنا الفورك الاولى الفورك الاولى كم فورك ضايل تنتين فبتعمل بروسس هنا وبروسس هنا هذا فيها 2 فورك وهذا فيها 2 فورك ككل تمسك الاولى بتكمل تتبع وبتعمل بتفرخ وهنا بتفرخ وبعديها بتروح بتعد تمام بيطلع انت عندك 8 وعشان تحدد انت قديش بالضبط عشان هيك انا عندي جيت بي اي دي كل مره مش مرسومه في ذهنك ارسم لك على اللوح مش معيش قلم اول شيء باي باي لا عند الفورك الاولى اعمل لي واحده هنا وواحده هنا صار دوبليكيت الان تمام لقيت الفورك اللي على اليمين اعمل في عندك لا في عندك جملتين فورك تبعهم واعمل تفريع والشمال برضه نفس الاشي بعديها بتروح بتعد العمليات لحظة انا رسمت بس هذه احنا مش هنعدها هاي لقيت احنا الفورك انا عندي تنتين خلص هذه انه ما تعتبرهاش انه ثالثة هو هذه العملية اللي نعمل لها فورك صارت تنتين بعدين فورك تنتين including itself تنتين بما فيها هي نفسها تمام هذه مش تنعدلها عندي 8 هي بس انا ماشي هي طلع عندي 8 نعم انا هيك فاهمها يعني الرسام خلص يعني بعرفش اذا في رسام هنا ولا في رسام عندي لا على الويب بس بصراحه ما لقيتوش بس بستخدم برضه مش هتطلع رسام اكتبت احسن هاي الورقه وعلى الورقه طيب حكيت احنا عملنا فورك الاولى تمام صار في عندي هنا بدي ارسم ريكتانجل هذه العمليه وهذه العمليه تمام فيها جملتين فورك هذه جملتين فورك وهذه جملتين فورك الفورك الاولى اوريدي احنا عملناها طيب ناخذ الجمله الاولى الجملة الأولى إيش راح تعمل لي؟ إنه هذه already البروسيس موجودة حتعمل لي كمان واحدة ليش إحنا بنعد تنتين؟ تنتين إنه including itself يعني هذه خليني أعمل لك إياها إنه هذه أعلى منها يبقى الفورك الأولى فرع لي هنا هنا صار في عندي تنتين فورك وتنتين فورك وتنتين فورك نيجي الآن لهذه هذه تبعت البيرنت الفورك الاولى ايش راح تعمل لي كمان دوبليكيت منها هاي بما في ذلك انه هي نفسها وهنا حتعمل لي كمان فورك
زي هيك. تمام؟ يبقى هو القانون على فكرة 2 أس عدد الفوار. هاي البرنامج انا عندي تمام، هاي عندي فورك، خلينا نعملها اف واف واف. طيب نيجي الان للاف الاولى. اف الاولى هاي نشطبناها، صار في عندي هنا عمليتين فيها الاف الاولى مشطوبه، وهي الاف الثانيه، وهي الاف الثالثه، وهي الثانيه فيها الأف الأولى مشطوبة، خلصناها. هاي الثانية وهي الثالثة زي هيك. تمام؟ بعديها نيجي عند هذا، إيش راح تعمل لي؟ هذه راح تعمل لي عمليتين. إيش فيها العمليتين هدول؟ فيها الأف الأولى والثانية مشطوبات، وهنا الأف الأولى والثانية مشطوبات. تمام، وهنا نفس الشيء. هنا بضل عندي اف وبضل عندي اف. طيب هلقيت هنا بروح بكمل بتبع تحت. تمام، انه هاي ايش راح تعمل لي؟ عمليتين فيها كل الفورك مشطب، صح؟ وهذه حتعمل عمليتين، هذه الثانية فيها الفورك مشطب. تمام؟ هيك خلصنا هدول التنتين، هدول عملوا تنتين وهدول عملوا تنتين. نيجي لهدول. تمام؟ برضو نفس الفكرة، واحد تنتين ثلاثة أربعة، عدهن كلهن هدول اللي فيها كل الفورك مشطبة، تمن عمليات. عندي شو؟ بس ما عندي. نعم، لو هذي قلنا فورك، هي قسمناها الفورك راح. نعم، قسمناها الفورك نفسها، هي هيك تنتين فورك صاروا عنا. نعم، لما نقسمهم الفورك نفسها بتروح تعمل نصها. نعم، لما نقسمهم هي صاروا 8. مظبوط، فالقانون بيصير 2 أس 3. هيك القانون، يعني هو قانون هيك، يعني عزب 2 أس عدد الفورك. 2 أس 3 لما ما يكونش في عندك شروط. يعني أنا ممكن أجيب لك في الامتحان ساعتها بتقدرش تطبق هذا القانون تبعك. يعني عشان هيك أنا بقول لك ما تعملش القانون، بقول لك إذا parent أعمل fork، إذا child أعمل forking، زي هيك مثلا، ساعتها بتقدر بدك تتبع بنفس الطريقة هذه. تمام؟ هذه الطريقة أحسن لك. أو خيار ثاني في الامتحان مش هيزبط معك، تجاهل. اللي هو اللي هو انه يكون في انت عندك الكومبايلر بتقول له جي سي سي فورك question 2 وتشغل a.out وتعد انت عندك 53 53 53 55 هي 2
54 3 57 4 59 5 58 6 وهنا 7 57 ما عدتهاش 53 55 2 54 3 4 5 6 هاي 56 سبعة. فوق على الصفر في بل الروت كام فوق خمسة اوكي هيك 8 مزبوط فانت بتعد اليونيك بروسيس اي دي بيطلع عندك 8 عشان تتاكد منه تمام فيك انه انت تعمل تمارين عندك لحالك في البيت تتمرن عليها كيف تعمل كود وتقول اذا كان بيرنت اعمل لي فور اذا كان تشايلد اعمل لي فور كان تبع على الورقه والقلم وعشان تتاكد من حلك روح اعمل جيت بي اي دي وعد اليونيك بي اي دي تمام هيك بتمرن حالك للامتحان لانه انت بتعرفش كيف شكل الكود اللي راح اجيب لك اياه في الامتحان هو حلو هو حلو اكثر مشروع ليش الثلاث نعطي فور وحده ولا نعطيها يا سيشوار انه انا بدي اعقد لك الموضوع انه بدي اياك تكون عارف انه هذا الكود حيتنفس في البيرنت هذا الكود حيتنفس في التشايلد وبدي اياك تفهم مفهوم التفريع فاذا كنت فاهم هذا الشيء حتقدر تحل السؤال يعني مش مشكله احنا بنجيب ورقه ونقطع مش حاجه هذا بس الفكره هي كفكرة كفكرة يعني بس ندست ورق القطع تمام طيب نيجي الآن لموضوع الفورك والإكزك هاي المثال تبعه أفتح لك إياه بالتيرمينال أحسن فورك إكزك تطبيق هذا خليه اوكي نطلع في التيرمينال الثاني انه احنا موجودين هنا بنقول نانو ماينس ال ننسخ في نفس الماده بوسكس طيب هلقيت احنا عملنا فورك تمام اذا كان اقل من الصفر ايرور بتساوي صفر child else parent عند البيرنت ايش حكيت انه اطبع انا بيرنت واطبع قيمة البي اي دي هاي وبعدين ايش اعمل wait بعد ما يخلص الويت حيطبع انه التشايلد كومبليتد التشايلد ايش بدنا نسوي اكزك البي اكزك اخذنا السيستم كول الفورك والاكزك اخذناه في النظري تمام واخذنا انه اصلا فكره التيرمينال مبنيه على هذا الاساس انه التيرمينال بتدخل له كوماند بستقبل الكوماند هذه بروح بعمل فورك لبروسيس جديده اكزك عشان يستبدل الدوبليكيت من البيرنت ويحط الكوماند اللي انت حطيته ينفذه بعد ما يخلص يرجع يستقبل كوماند جديده وهكذا يبقى الفورك هيعمل لي دوبليكيت من نفس البيرنت البيرنت انا بديش اياه بدي اشغل فيه بروسيس جديده يبقى آلية الفورك انه بيعمل لك نسخه مطابقه من البيرنت بس هذا الكلام انا بديش اياه بدي انفذ عمليه جديده فكيف ممكن اسوي هاي الشغله باستخدام سيستم كول اسمه اكزك اكزكيوت اللي هو في التشايلد بالضبط ايش بتعطي له الاكزكيوت بعطي له الكوماند الجديده اللي انا بدي اياها راح يتم استبدال البيرنت بالكوماند الجديد هذا بنفذه بعد ما يخلص ويت بعد ما يخلص الويت برجع بستقبل كوماند جديده معنى ذلك انه انت مجرد عشان تعمل تيرمينال مجرد انه ترتب هذا الكود في لوب في البيرنت انه حيمسح الكود كله يعني
هاي مسح الكود تبع البيرنت كله. بس بتحطه في التشايلد. بس بتحطه في التشايلد منطقيا انه انت تحطه في التشايلد. تمام؟ ايش انا اعطيت؟ الويت هيستنى ايش؟ انا الويت هيستنى هذا الاس. البيرنت هتستنى التشايلد لما تخلص. بعدين هتعمل شيء اول شيء تنفذ في التشايلد ايش حيسوي؟ اثنين بيشتغلوا ان بارلل عند اللحظه هذه. اثنين بيشتغلوا ان بارلل. تمام؟ فراح يطبع انه اي ام بيرنت. البيرنت حيستنى للتشايلد مش حيسوي شيء ثاني. بعد ما يخلص للتشايلد شغله حيطبع جمله انه تشايلد كومبليتد. طيب في الاكزيك في لها اكثر من نسخه. راح اعطي لك دليل السيستم كول تبعت اليونكس موجود على الموديل في كل فانكشن ايش الارجمنتس تبعتها. مطلوب منك ان انت تعرف وتعرف كيف تستدعيها. بس في انت عندك اكثر من نسخه عشان هيك في عندك اكزيك ال بي عندك اكزيك ال في. تمام؟ الاكزيك ال بي ايش بتاخذ؟ اول ارجمنت عباره عن الباث للكوماند. وين موجود الالاس؟ سلاش بن سلاش الاس. ايش الاركمنت مهندس؟ شو الاكزيك ال بي تعمل لك اكزيكيوت لكوماند. بتستبدل البروسيس الحاليه الكود تبعه كله بتمسحه بتحط فيه كود جديد. من وين هذا الكود بدك تاخده؟ هاي بدك تعطي له اول ارجمنت الباث تبع الكوماند. وين موجود؟ سلاش بن سلاش الاس. الثاني عبارة عن اسم الكوماند الاس. الثالث عبارة عن انه انا خلصت الارجمنت فبحط له نل. خلقيت حعدل الكود. تمام؟ نيجي ننفذ الان. اطبع يعرض الالاس بعدين اطبع جي سي سي نيو بوسكس. طبعا a.out هيعمل override على القديم. هاي a.out تمام. هاي طبعا لي i am parent وطبعا لي قيمة ال bid اللي هي اصلا طبعا للchild والchild الفاليو تبعتها بزيرو. بعدين عرض ال عمل لي الاس للملفات الحالية بعديها child complete. طيب معدل لك عليه. هنا ايش بدي اعدل؟ بدي اعطي له ارجمنت جديد. في الالاس احنا ايش كنا ناخذ؟ ايش في عندنا ارجمنت؟ اخذنا ماينس اي وماينس ال. صح؟ هاي بدي احط لك ماينس ال. فهذه حتكون عباره عن الالاس ماينس ال. تقدر تحط ارجمنت جديد برضه بتحطه، عشان هيك انا اخر حاجه بتحط له النل. هيك بعرف انه النل هو عباره عن اخر ارجمنت. حط ارجمنت قد ما بدك. لا انت عندك الارجمنت الثاني هنا لازم تعطي له اسم للبروسيس في حد ذاتها فقط بدون ارجمنت. هنا تعطي له الارجمنتس منفصله. تمام؟ هاي سيف. gcc a.out ls-l اخذ الارجمنت الجديد. يبقى انت الان بعد التمرين هذا بتقدر تعمل تيرمينال. ايش فكرته؟ تعمل لي while loop استقبل كوماند خدها من المستخدم اعمل for الكوماند اللي دخله المستخدم مرره للاكزيك نفذ خلي البيرنت يستنى. بعد ما تخلص ارجع استقبل من اللوب تبعت الوايل كوماند جديده. متخيلين كيف؟ طيب بدي اياك تصحصح معايا الان اخر جزئيه. هنا بدي اطبع print f مباشرة انه percentage
بس سلاش 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 ان بقول له هنا this is child after exec. ايش الناتج راح يطلع؟ هيطبع للتشايلد كومبليت بعدين يطبع الجملة. متأكد؟ أبول. مش راح تنطبع الجملة. والسبب في ذلك الإكزيك. لأنه الإكزيك مسحت كل حاجة وتم استبدالها بالبروسيس الأس. بالضبط. تمام؟ فبالتالي لما اجيب لك الامتحان اي جملة بحط لك اياها بعد الاكزيت اعرف انه خلاص. خلينا نتوقف هنا والمحاضرة الجاية بنكمل بقية السيستم كولز. لا مش هذا. انا فكرت بالمحاضرة. وهنا كيف نوقفه؟